أكيد. خلينا مشاهدينا نبدأ بأهم الأحداث اللي حصلت بالأمس، وتضمنت وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين. ومتحدث الرئاسة أكد أن الرئيس السيسي يتحدث بصوت أفريقيا والدول النامية في قمة العشرين. كمان رئيس الوزراء منا تابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية عن شهر أغسطس. الحكومة كمان نفت وقف خطباء المساجد عن العمل وإجراء خطبة الجمعة بالذكاء الاصطناعي، وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20 التي ستعقد بمدينة نيودلهي. مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، واللي بتتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وضاف ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة اللي بتعقد في ظرف دولي دقيق، وأيضاً للعلاقات الوثيقة اللي بتربط ما بين مصر والهند. وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الهند سيتضمن أيضاً عقد بعض اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين، وده للتشاور مع القادة والمسؤولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتحدث في قمة مجموعة العشرين ليس بوصفه رئيساً لمصر فقط، ولكن سيتحدث أيضاً بصوت إفريقيا والدول النامية في ضوء ترأس مصر لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا النيباد ومؤتمر المناخ COP27. لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بملف النيباد، فإن مصر سوف تتحدث خلال قمة العشرين عن حشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بالقارة الإفريقية، واللي بتتمثل في مشروعات البنية التحتية وأجندة التنمية واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والطاقة والغذاء والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والتحول الصناعي اللي بتوليه مصر أهمية كبرى وأولوية عاجلة. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر أغسطس من عام 2023 الجاري، وده من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة. وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاهتمام بالشكاوى الموجهة لكافة الجهات الحكومية من خلال المنظومة وسرعة حسمها، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة والعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة وتعزيز ثقة المواطن في الحكومة. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار خطباء المساجد في إقامة الشعائر الدينية المختلفة بما فيها أداء خطبة الجمعة، مع التزامهم بالخطبة الموحدة وموضوعها ووقتها المحدد دون الاستغناء عن أي منهم، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بتقديم برامج دورية لتأهيل وتدريب الأئمة بهدف تأهيلهم دعوياً وعلمياً وثقافياً، وتم مناجدة المواطنين عدم الانسياق وراء الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك استمرار فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة اللي بينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية. تضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من أوضاع الرمي المختلفة، وتم تنفيذ التدريب SOF-09 لتبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة، كما تم استعراض معدات الحرب الكيميائية من الدول المشاركة في التدريب. امبارح وصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد اللي بتستمر لمدة شهر، وده بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، وأيضاً لاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل ل 40%، وده بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة. أما بالنسبة لجولة المحافظات، فكان في مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، واللي من أهمها رفع كفاءة 8 مستشفيات للصدر والحميات بمراكز المنيا، بالإضافة إلى افتتاح 6 مشروعات خدمية في قطاعات مياه الشرب والصرف بمحافظة الشرقية.
كمان تم توزيع زي مدرسي وأدوات مدرسية على 200 طفل بكفر الشيخ، وتحصين أكثر من 113,668 رأس من الثروة الحيوانية ببني سويف. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار، أبرزها أن مديرية الصحة في محافظة المنيا أعلنت عن رفع كفاءة شاملة لعدد 8 مستشفيات صدر وحميات على مستوى المحافظة، ووصلت نسب تنفيذ أعمال التطوير بمستشفى حميات بني مزار 90% وحميات دير مواز 90% وحميات صملوط 95% وحميات ملاوي 95% وحميات العدوى 95% وصدر بني مزار 95% وصدر ملاوي 95%، وده إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير لعدد 111 وحدة صحية بالقرى واستلام 34 وحدة بعد رفع كفاءتها. محافظة الشرقية أعلنت الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 2,260,000,000 جنيه لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في محطة مياه العدوى. مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ شهدت تنظيم معرض للزي المدرسي ومستلزمات الدراسة مجاني بإشراف إدارة شؤون المجتمع التابعة لمحافظة كفر الشيخ ومديرية التضامن الاجتماعي، وجرى توزيع حقائب مدرسية وزي مدرسي وكوتشي وأقلام وكشاكيل وعلبة ألوان وأدوات هندسية ل 200 طفل في المرحلة الابتدائية. كمان تم تكريم عدد من حافظة القرآن من الأطفال. فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية مستمرة ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع اللي بتنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبلغ إجمالي الحيوانات اللي تم تحصينها 113,668 رأس. مديرية الأوقاف في محافظة البحيرة قامت بافتتاح 3 مساجد جديدة في مراكز أبو المطامير ودمنهور وحوش عيسى بتكلفة إجمالية 11,200,000 جنيه في إطار حرص الدولة المستمر على بناء المساجد في جميع أنحاء المدن والقرى وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. مديرية الأوقاف في شمال سيناء استلمت الدفعة الثالثة بعدد 7500 شنطة سلع غذائية من وزارة الأوقاف، واللي تم تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة شمال سيناء، وده في إطار الدور الاجتماعي وإسهامها في خدمة المجتمع لإعادة توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز محافظة شمال سيناء. محافظة أسوان شهدت تنفيذ فعاليات وتنظيم عدد 4,250 زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 25,130 من السيدات والرجال والأطفال بمختلف القرى والنجوع ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب بلدي أمانة من أجل تحقيق أكبر استفادة ودعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأهالي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.